Saint-Michel. معروفة على الصعيد الوطني ووقيت على بالي زمان على أيوه. أنا دخلت واحد الحركة، هذيك الحركة دخلت فيها من أجل سمية ديال الدردشة وسمية ديال التيهان، لأن هنا كان عندنا إخوان ديال بعضياتنا والأستاذ حدو ميغيل حدو ميغيل والأساتذة كاملين وكاملين ديال بعضياتنا. المهم انا التدخل ديالي هو كذلك سائق سياره الاجره، هو كطلع معايا واحد المراه عندها الطيف ديالها ولا الطفله ديالها قدامها الرضا، هي مسكينه تشري واحد السيرو، ديك السيرو كيسوى 2000 فرنك حتى 3000 فرنك. ها كنمشي انا لهاد المؤسسه كنجبر فيها عنوان، كنمشي لمؤسسه اخرى كنجبر فيها عنوان، وهذيك المراه رانا كتحسب عليها كسائق سياره الاجره. كيولي عندها هي انا كانت 83 درهم بزاف على الطريق الاجره ديالي، حيت كنمشي بها من الى من الى من الى، ومسكينه هي تسيرو 2000 فرانك وكيف يعقل؟ واش هنا واش ما كاينش نقابات قانين هذا الشيء؟ او كيف اللي جات فيه؟ على الدواء على الدواء حتى الدواء كيلقاو مشكله باش كيلقاو الدواء. ماشي مشكل ديال الدواء، عيد دابا ديك اللافته كتبقى مع القلق على شهر رصينا انا، حتى كتوصل له النوبه ديالو هو عاد كيبدل ديك اللافته، لان راه كوكب في المحصر هي اللي فارق في مروه، وهذا حنا كنحتجوا عليه بقوه فهمتي، كنحتجوا حنا كمواطنين كممثلين في الشمال المدني وك